عارف مين اللي بيكيفني قوي اليومين دول؟ الواد الناصح اللي بقاله 15 سنة شغال في مكتب أفوكاتو مشهور ومتكحرط في ورق محاكم قضايا، ده ناقص يبات لي في المكتب. بالك الواد ده لو عيا يوم، ده في ناس تتسجن وبيوت تتخرب. ده الواد ده شايل المكتب لدرجة ان الأفوكاتو بقاله 3 سنين ما بيسألش. طب انت عارف الراجل ده فين دلوقتي؟ ما بدل ما تشتغل له بيشتغل لنفسه. افتح لك مكتب في دجلة بالمز، ادفع لك 25000 جنيه مقدم، وخد لك مكتب في مول، في كومباوند، في 70000 واحد هيحتاجوك في 70000 حاجة. دجلة بالمز، المكتب في جيبك. عمر مرشدي.